مشاهدينا الكرام صباح الخير، بحييكم ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. يشد أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح صباح الخير. صباح الخير فندم، منورنا. صباح الخير. هنبتدي جولتنا النهاردة بخبر، حيث نعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل بخالص الحزن والأسى، رجلا فاضلا من خيرة رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل. وتابع السيسي: لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة. لم أرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإن لله وإن إليه راجعون. أستاذ صلاح، فقدنا رجل كان رجلا عظيما حقا. يعني طبعا احنا بنتقدم لعائلة المهندس شريف اسماعيل بكل التعازي والشعب المصري. طبعا المهندس شريف اسماعيل زي ما اشارت تعزية السيد الرئيس كان مثالا للوطني المخلص، وأدى يعني مهمته على أكمل وجه، والفترة اللي قضاها كرئيس لمجلس الوزراء خلال العام من 2015 حتى 2018 حتى في أحلك الظروف، عندما كان مريضا كان يمارس مهامه على أكمل وجه ويخفي مرضه عمن حوله. يعني فنتقدم لعائلته بخالص العزاء وللشعب المصري أيضا بالعزاء لوفاة هذا الرجل المخلص حقيقة. أنتقل لخبر آخر، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة خطة الطروحات قبل الإعلان عنها. وشهد الاجتماع استعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات، حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعمليات الطرح. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانب من الطرح في البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها والتوسع في الإنتاج والتشغيل. أستاذ صلاح، يعني إيه الفايدة اللي هتعود على الدولة من هذه الطروحات، ويعني إزاي أقدر أستثمر ده؟ هو طبعا مشروع الطروحات الحكومية في بيأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، وهو أحد الوسائل التي تقدم عليها الدولة من أجل تنشيط الاستثمار وتحفيزه، خاصة وأن هذه الطروحات زي ما حضرتك أشرتي هتشمل أكثر من 20 شركة، من المتوقع أن تحقق أكثر من 80 مليار جنيه. بطبيعة الحال هذا سيحفز مناخ الاستثمار ويجذب مزيد من المستثمرين سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لأنه الاستثمار في هذه الطروحات زي ما حضرتك قلتي أنه هيكون سواء لمستثمر رئيسي أو من خلال الاكتتاب العام وطرحه للمواطنين للاكتتاب، فده من شأنه أولا. بس أنا عايز أفهم حاجة صغيرة هنا، المستثمر اللي هيجي من بره ده ملوش دعوة بالأموال الساخنة اللي كنا بنتكلم عليها؟ لا خالص، ده استثمار. يعني بس أنا بفرق بين الاثنين. يعني لا، في فرق بين المستثمر الرئيسي، بيجي المستثمر بخطة معينة عنده رؤية معينة بيستثمر في شراء مجموعة من الأسهم كمستثمر رئيسي سواء بهدف الاستحواذ على نسبة معينة من هذه الأسهم من خلال البورصة أو من خلال هيئة سوق المال. فالمسألة هنا ملهاش علاقة بالأموال الساخنة اللي بتأتي لتحقيق أرباح سريعة ثم الخروج من السوق، لا، ده بيكون هدفه الاستثمار لكن من خلال منظومة محددة، والدولة بتكون هي الضابط الرئيسي يعني العامل الرئيسي في هذا الاستثمار، بمعنى أنه بيتم طرح مجموعة من الأسهم لهذا المستثمر، هو بيدخل عنده
رؤية للاستثمار في هذا المجال فبيقدم خطة لهذا الاستثمار. فده بالنسبة للمستثمر الرئيسي أو المستثمر الاستراتيجي. أما الاكتتاب العام فبيتم طرح مجموعة من الأوراق المالية من خلال منظومة معينة من خلال البورصة أو من خلال البنوك العاملة، فبيتم من خلال ذلك اكتتاب المواطنين في هذه الأسهم، كل واحد بياخد حصة في هذه الأسهم ويتم التداول فيها في البورصة. طب ده ممكن يؤثر على البورصة المصرية؟ يعني خلينا نقول انتعاش البورصة المصرية؟ هو هينشط بطبيعة الحال البورصة، لأنه لما بيكون في شركات جديدة بتدخل البورصة طبعا ده بيعمل نوع من الترويج لهذه الشركات من ناحية، إلى جانب أنه بينشط عوامل الاستثمار في البورصة، لأنه البورصة كمنظومة عمل أو منظومة فيها أنواع وأنماط مختلفة من الاستثمارات، سواء الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة أو غيرها من الأوراق المالية. فطبعا لما بيتم طروحات جديدة طبيعي بطبيعة الحال هناك مستثمرين سيقبلوا على ذلك، وهناك مواطنين عاديين أيضا، يعني المواطن العادي بإمكانه أن يقدم على الاستثمار، فهي بتجذب شريحة من المواطنين لم يكن لهم باع بالبورصة ولم يكونوا على علم أو دراية بهذه، ونوع جديد من الادخار بدل الأوعية بالزبط. البنكية اللي المصريين عامة بيروحوا لها دلوقتي، لو شركات بأسامي تقيلة أو أسامي كبيرة ممكن أن أنا أستثمرها في البورصة. بالضبط، يعني سواء من خلال مواطنين أو من خلال صناديق استثمار بتستثمر نعم. برضو في البورصة، لكن هي المرة دي مطروحة لمستثمر رئيسي أو من خلال الاكتتاب العام. صحيح. فالمسألة بطبيعة الحال بتنشط العمل في البورصة. طيب امبارح شهد المؤتمر الصحفي لمنتدى شباب العالم توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد العربي للتطوع لإطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين التي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع ودعم قدرات المتطوعين للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية، كما ستقوم المبادرة بتنفيذ العديد من برامج التبادل للمتطوعين بين الدول المختلفة. وقع البروتوكول الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير منتدى شباب العالم، والسيد حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ صلاح، حضرتك تابعت المؤتمر امبارح؟ طيب لما تابعت المؤتمر، المبادرات اللي تم إعلانها والمخصصات كانت للمؤتمر وإن احنا دلوقتي كل المخصصات دي هتروح للشباب وللمشروعات وإلى آخره نتيجة للظروف اللي احنا موجودين فيها، شايف هذا التوجه وأيضا التوجه للتطوع، خاصة خليني أقول أنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي له دور في غاية الأهمية في الفترة دي؟ هو طبعا التحالف مضى على إنشاء حوالي عام الآن، هو التحالف بيهدف إلى يعني وضع إطار تنظيمي للعمل التطوعي من أجل النهوض بالمجتمعات التي يتواجد فيها. يعني في بعض المحافظات كان بيكون فيها أكتر من منظمة خيرية أو منظمة أهلية أو ومحافظات أخرى تفتقر إلى وجود مثل هذا العدد. فالهدف من وجود التحالف هو يعني أولا تنويع النشاطات وتركيزها بحيث أنها تعود بالنفع على معظم المحافظات، وهي توجه اهتمامها الأول للأماكن الأولى بالرعاية أو التي تكون أكثر احتياجا من غيرها. يعني مثلا في مناطق لا تحتاج إلى تمويلات معينة أو أخرى تحتاج إلى أن يكون هناك تكثيف في العمل الأهلي. فالعمل التطوعي هو كشأننا جميعا، يعني احنا كلنا كمصريين بنجنح للعمل التطوعي والعمل الخيري والعمل الأهلي، وكلنا بنتبرع سواء للمنظمات الأهلية أو الخيرية من أجل يعني أن هي تساهم في تنمية المجتمع. فبالأمس بالفعل زي ما حضرتك قلتي، هو كان منتدى شباب العالم أقدم على خطوة نوعية أنه يعني المخصصات التي كانت مخصصة لإقامة منتدى شباب العالم هيتم بالفعل إقامة
مشروعات تنموية وتفعيل الأطر التنفيذية لهذه المشروعات من أجل أولا يعني الإطار التنفيذي والعملي والمبادرات. سيكون هناك منصات لإطلاقها من خلال منتدى شباب العالم، إلى جانب أنه منصة العمل التطوعي هي برضو شكل من أشكال تنمية الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع، خاصة وأن هناك منظمات إذا ما تم توحيد جهودها ده بطبيعة الحال هيعود بالنفع على المجتمع بأسوأ. طب هل فكر ثقافة التطوع بين الشباب بدأت تنتشر؟ طبعا ده موجود في يعني خصوصا في مشروع حياة كريمة. نعم. يعني هناك بالفعل وجود لهذه الفكرة بشكل واضح، وهي بتعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية العاملة في هذا المشروع الحيوي. يعني المشروع بدأ يظهر للعلن وبدأت ملامحه تتضح، وبدأ فعلا المشروعات اللي بتنفذ يعني انتهى المرحلة الأولى تقريبا، والعمل التطوعي واضح فيه، وبيضاف إلى سواء المؤسسات الحكومية اللي هي قائمة على هذا المشروع أو المؤسسات التي تنفذ هذه المشروعات. فهناك جهد واضح وملموس من جانب المؤسسات التطوعية أو حتى شباب المدارس والجامعات. نعم. ننتقل لنقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان دعواتي للنادي الأهلي. وقالت: لست أهلوية ولكني أحترم النادي الأهلي وإدارته وجماهيره وإنجازاته. عندما يلعب الأهلي خارج مصر فكلنا أهلوية. هذا الأسبوع شعرنا جميعا بالفخر وفريق الكرة ينتصر على فريق أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب الشقيق، وأسعدني الحماس والشعور بالمسؤولية، وكانت الأخلاق حاضرة، فهم يمثلون مصر في شخص فريق الأهلي، وعلى رأس هذا الكيان الكبير محمود الخطيب، إنسان خلوق وتاريخ طويل من النجومية والمسؤولية في الحفاظ عليها. والحقيقة لقد توقفت أمام سر النادي الأهلي كمؤسسة مصرية اجتماعية تربوية للرياضة البدنية. لابد أنك تشعر بالفخر وتشعر أن هذا الكيان مظلوم إعلاميا، فالكثيرون يخلطون بين الحماس للنادي وبين الحماس لفريق من فرق النادي، وهذا خطأ. فتقلب الأداء وارد في أي مباراة وفي أي لعبة، خاصة إذا كانت اللعبة هي الساحرة المجنونة كرة القدم، فهي بالطبع مرة فوق ومرة تحت. في أي ناد في العالم يوجد أكثر من 20 لاعبة، والكرة واحدة من هذه اللعبات. معنى ذلك أن الحكم على أي ناد بنتائج فريق الكرة في الدوري ظلم إعلامي فادح. وإدارة الخطيب لها إنجازات عديدة، وانتصرت في مطبات وتحديات صعبة في التمويل والتطوير والتحديث وصفقات اللاعبين، إضافة إلى رعاية المواهب والتربية والتأهيل ومنح الفرصة الحقيقية للعيون الخبيرة والمدربة على الفرز في كل قطاع. وهذا سر آخر من أسرار الأهلي وتفوقه في اللعبات الفردية والجماعية، وهو ما ينعكس على المنتخبات المصرية. ولا أريد أن أعدد الأسماء التي خرجت من مدرسة الأهلي في اليد والسلة والسباحة وألعاب القوى والفردية، وشرفت مصر والأهلي. وبالطبع فإن أي نجاح لفرق الأندية في المحافل الدولية أو الأفريقية أو البطولات المحلية هو نجاح لمصر وانعكاس لنجاح الإدارة الرياضية والشبابية وسياستها التي تحكمها قيم ومبادئ توسيع قاعدة المشاركة وتكافؤ الفرص للجميع، وهو ما استفاد منه النادي خلال عقود الإدارات السابقة في الاحترام المتبادل بين الإدارة واللاعبين وصناعة القرار. فالأمور التي تخص النادي تناقش داخل جدران النادي بوضوح وشفافية، لكن بعد اتخاذ القرار بالأسلوب الديمقراطي المتحضر يصبح ملزما للجميع حتى الذين اعترضوا عليه. دعواتي الطيبة للأهلي وإدارته وجماهيره، وتمنياتي بالفوز ببطولة العالم للأندية لنحقق انتصارا جديدا لكرة القدم المصرية. صراحة الأهلي دلوقتي هو بيمثل مصر. الكرة المصرية. بمصر الكرة المصرية ومشرفنا. خلينا نقول أنا طبعا. مش أهلوية، بس أقول اللي ليا واللي عليا. أنا أهلاوي. طب يلا حضرتك هتقول بقى. لا، هو طبعا الأهلي بيقدم أداء رائع بغض النظر عن انتماءاتنا، لكن دلوقتي كلنا مصريين وكلنا بندعم وبنشجع النادي الأهلي.
الفريق نفسه يعني أداؤه كان رائع جدا في البطولة، حتى الآن الماتشين اللي لعبهم الأداء كلنا شفناه، وأداء فعلا يرقى إلى مستوى بطولة بهذا المستوى. فطبعا إدارة النادي الأهلي لها كل الاحترام وكل التقدير، زي ما الأستاذة إلهام أشارت في مقالها أنه هناك إدارة واعية وهناك أداء متحضر في أسلوب الحوار، والقرار عندما يتخذ يتم إلزام الجميع به حتى المعترض عليه. فدي الإدارة الناجحة، وده الأسلوب الديمقراطي اللي يعني اللي يجب اتباعه في كل مؤسسات الدولة والأندية تحديدا. يعني الهدف الرئيسي هو أنه أولا هناك منظومة رياضية وأخلاقية، ويعني العمل الرياضي مش منفصل عن العمل الأخلاقي. فالمسألة هنا أنه أداء النادي الأهلي باعتباره نادي مستقر في إدارته وبيأدي أداء رفيع في هذه البطولة، فإحنا كلنا بنشجعه وكلنا وراه. أكيد طبعا، أكيد طبعا، نتمنى له إن شاء الله يعني إن هو يحصل على البطولة إن يعني إن شاء الله. وعنده ماتش مهم يوم الأربعاء ريال مدريد. ريال مدريد آه، ف هيكون صعب شوية، لكن إحنا كلنا ثقة في اللاعبين إن شاء الله. إن شاء الله هم يبقى عندهم ثقة كمان في نفسهم، فهتلاقيهم بقى بيدوا أداء جيد في الملعب. طيب، وتابع خبر آخر، حيث أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الانتهاء من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية لجوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023، وذلك لعرضها على لجان التحكيم المختصة للتصويت على الأعمال الفنية المرشحة للمرحلة النهائية والمؤهلة للمعرض الجماعي والجوائز، حيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز في شهر مارس المقبل، وذلك برعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك. أنا عايزة أتكلم على مؤسسة فاروق حسني ودور اللي بتقوم بيه في بتفتش على المواهب، عايزة أقولها باللغة الدارجة بتنغبش، وبتطلع عندنا يعني إحنا بلد ولادة وعندنا فنانين رائعين، وعلى رأس المؤسسة الفنان فاروق حسني، الوزير الفنان فاروق حسني هو رجل له عين فنية ليست بسهلة ودؤوب في عمله. شايف مثل هذه المؤسسات ممكن تضيف للقوى الناعمة المصرية ايه؟ طبعا احنا تاريخيا يعني احنا تاريخ الفنون في مصر تاريخ عريق يعود الى عصر الفراعنة، وكلنا شاهدين، والحضارة المصرية العظيمة ما زالت اثارها باقية في المعابد والاثار الفرعونية حتى الان. فاحنا تاريخنا طويل في الفن والنحت والرسوم والتصوير وغيرها من اشكال الفنون المتعددة. فطبعا مؤسسة فاروق حسني زي ما حضرتك أشرتي، هو الفنان فاروق حسني هو يعني بالمبادرة التي أقدم عليها بإنشاء هذه المؤسسة، هو يسعى إلى يعني إعادة الفن إلى جذوره الحقيقية وإعادة الاهتمام بهذا النوع من الفنون، خاصة وإنه يعني الجهد زي ما كنا بنتكلم عن الجهد الأهلي أو الجهد التطوعي في هذا المجال قليل للغاية. يعني المسألة غير قاصرة على جهد الدولة فقط أو وزارة الثقافة المنوط بها هي تهتم بهذا المجال، لكن احنا بنفتح بس من الواضح ان في تعاون بينه وبين وزارة الثقافة، بدليل يعني انه هو في مش منفصل، هو كان وزير ثقافة. نعم، فهو لا حتى هذه اللحظة هو في تعاون ما بينه وبين وزارة الثقافة. يعني بطبيعة الحال انا ما يعني الجهد اللي بتقوم به وزارة الثقافة وجهد ملموس وجهد مشكور، لكن ايضا الجهد التطوعي والجهد الاهلي مطلوب في هذا المجال، لانه حتى يعني نبقي على هذا المجال من الفن او المجالات الفنية المتنوعة زي النحت وزي التصوير وزي الرسم وزي وغيرها. فالمسألة هنا يعني المؤسسة فريدة من نوعها ان هي بتهتم بهذه النوعية من الأعمال الفنية بالتعاون بتضافر طبعا مع جهود الدولة، فله كل الشكر والتقدير. صحيح، لا وعايز أقول إنه الموضوع كمان مش أي حد بيرسم، ده هناك لجان تحكيم وهناك مرحلة أولى ومرحلة قبل النهائية ومرحلة نهائية. يعني أعتقد إن المعرض ده هتبقى فيه أعمال في غاية الإبداع، في هو الهدف منه استكشاف المواهب الحقيقية، وإنه إن إحنا ننمي هذه المواهب.
يعني مثلا اذا كان هناك موهبه مش معروفه او مش ما فيش القاء ضوء عليها او ما بتحظاش بنصيب وافر من الاهتمام او غيره، فهنا دور المؤسسه ان هي بتبرز هذه المواهب وهذه الكفاءات حتى يتم يعني الاهتمام بها ويعني صقل مواهبها بشكل افضل، سواء من خلال المؤسسة او من خلال الاماكن المتخصصة في هذا المجال. يعني كل الشكر للوزير الفنان فاروق حسني على هذا المجهود، وان شاء الله ربنا يقدره كمان وكمان وتبقى في دورات لاحقة ونشوف اعمال فنية رائعة بايادي مصرية باذن الله. الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح مغبري نائب رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده انتهت جولتنا الاخبارية، فاصل وبعد الفاصل نلقاكم على رأس الساعة مع موجز الأخبار.